نفذ أبناء محافظتي صنعاء والمحويت وقفة احتجاجية في مدينة مأرب للمطالبة بالإفراج عن السياسي المختطف محمد قحطان والذي تواصل ميليشيا الحوثي إخفاءه قصرا. ودعا المشاركون في الوقفة مجلس القيادة الرئاسي إلى عدم التعاطي مع ميليشيا الحوثي في أي مفاوضات قبل إطلاق السياسي المختطف قحطان وبقية المختطفين. كما طالب المشاركون الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج عن قحطان معتبرين استمرار احتجازه انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وأكد المحتجون أن فشل الأمم المتحدة في إطلاق قحطان برغم القرار الأممي 22/16 غير مقبول، مشددين على أن السلام لن يتحقق في غياب العدل. هذه الوقفة لأجل الأستاذ محمد قحطان أيقونة النضال السياسي اليمني. رجل غيب من بيته بدون جريرة، لا يحمل سلاحا ولا يقاتل ببندقية، يقاتل بالكلمة وبالموقف السياسي، كان عبارة عن حلقة وصل بين المكونات السياسية، وله دور في كل مراحل النضال السياسي اليمني. نقف هنا من أجل الأستاذ محمد قحطان لنطالب بإطلاقه فورا. لن يكون هناك تفاوض ولن يكون هناك يعني حوار ما لم يطلق الأستاذ محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن 22/16. هذه الوقفة التضامنية تضامنا مع المناضل السياسي محمد قحطان، وليشهد العالم ما مدى الظلم والجور الذي تعرض له السياسي محمد قحطان من جماعة الحوثي الإرهابية الذي أخفت هذا الرجل السياسي المناضل 9 سنوات لا يعلم أهله عنه شيء، أهو من الأحياء أم من الأموات؟ وهذا يعني غير موافق للشرائع السماوية والقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان. أين المنظمات الدولية؟ أين المنظمات التي تعتني بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان؟ لماذا لا تمارس الضغط على هذه الميليشيات حتى تفرج عن هذا الرجل السياسي والذي كان مشمولا ضمن القرار الأممي 22/16؟